العقل من الحكام السعوديين الذين يتصورون أن بأموالهم يعيدون الحكم الأموي. بس أمريكا والسعودية شو؟ والسعودية شو؟ لكل قطرة دم أريقت في العراق أو في سوريا أو في اليمن، سننتقم من الحكام السعوديين الذين يتصورون. نعم إسرائيل لازم يصير رياض سعودي 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 أمريكا سعودي على السعودية. أمريكا دست ترامب إن شاء الله خراب إن شاء الله. اللي ما يصدق يجي. إحنا الحجوز السورية أخذناها وسنستقبل إن شاء الله تصير أدنى عاد كين وطراب. وإن شاء الله. والله مستمرين في السعودية. دياله ذبحوهم من الوريد للوريد، ذبحوا علي حرقوا عمر هجروا العمر، الميليشيات الولائية جاءت تصول وتجول بهالبلد وما حد يتدخل.